هلا يا جماعة، بدي أفرجلكم محل سري مش كل واحد بيعرفه. تفضلوا معي. يلا يلا. هوا. وصلنا يوم إلى عين فشخة، أسفل محمية في العالم، وهي موجودة 20 دقيقة من الريحة على شط البحر الميت، وفعلا جنة هون في بلادنا. خلاص قام كلوز اب كذا بلا شك مي بون كخ באנו להסתובב יומיים, הזמנו מקום בחאן בן גדי ועצרנו כאן לארוחת בוקר, הגענו עם החבר'ה שלנו. نفوت هلا على المحميه المستوره، ودخول فيها مسموح بس مع مرشد محلي، واحنا نستناكم في يوم الجمعه في الساعه 11 ووحده لجروبات صغيره 20 نسمه لرحله مجانيه. تفضلوا معي. عين فشخة هي أكبر واحة في الصحراء الشرقية، وفيها عشرات ينابيع صغيرة، وعلى أساس هيك في حوالينا عشرات أنواع من النباتات، وكمان في حيوانات مثلا الثدييات، الخنازير والذبع والذيب والوعل، كمان الحشرات المختلفة مثل الخنافيس وأنواع الأسماك المختلفة والطيور، وكمان الطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا. وعلى أساس هيك الواحة هي مصدر الحياة في الصحراء. كما نعرف البحر الميت يتراجع من سنة لسنة، وهذا يسبب مشاكل بيئية خطيرة جدا مثل الوديان العميقة اللي نراها هون، والبلوعات الخطيرة للسيارات وللمشاة كمان. على أساس هيك نرجو منكم عدم السباحة إلا في الشواطئ المسموحة، وكله من شان سلامتكم. خلال زياراتكم ووجودكم في محمية عين فشخة، نرجو منكم الحفاظ على 3 قوانين، وأول واحد هو الحفاظ على النظافة والالتزام في المسطرات المرتبة فقط، وإشعال النار في الأماكن المخصصة لها. طيب يا جماعة، إن شاء الله انبسطتوا من عين فشخة، نشوفكم على خير في الحلقة التالية. مع السلامة.